الهلالي ثم سامح الدربالي، سامح الدربالي الوضعية سانحة، إيديوك والهدف الثاني. الإجابة فورية من الترجي الرياضي التونسي من عملية ثلاثية، والترجي يضيف الهدف الثاني والثنائية لإيديوك اللي أكيد يدارك عملية إذاعة الهدف منذ قليل. عملية جماعية اختتمها الترجي الرياضي التونسي، وإيديوك في وضعية ما نجمش يضيعها، إضافة الهدف الثاني والهدفين مقابل صفر للترجي في وقت مناسب، في وقت بدا الفريق الغاني يسعى للتعديل. وحاليا التغيير في الترجي الرياضي التونسي، إدريس المحيرسي ياخو مكان أحمد العكيشي، والفرحة يلعب المنتخب الأولمبي النيجيري. إيديوك.